هرجع بيك بقى شوية لفترة وادي دجلة. طب وادي دجلة كان جايلك عرض احتراف والنادي الأهلي، وأنت فضلت النادي الأهلي عن خطوة الاحتراف ده، إيه اللي حصل وإيه الكواليس انضمامك للنادي الأهلي والموضوع جه إزاي؟ كان ساعتها كنت انا ساعتها كنت خلاص رايح الاحتراف، كان اندرلخت. كنت لا كان كورتريك البلجيكي، فكنت رايح في بلجيكا فريق اول وبتاع وكل الكلام ده. فانا كنت رايح، كان يوم تلات، فانا كان السفر بتاعي الجمعه، كان السفر يعني معايا التيكت ومعايا حاجتي، فكان العقود موجوده وكل حاجه وهمدي. فساعتها كان معايا كابتن تامر النحاس وكابتن احمد عصام كانوا معايا. فساعتها واحنا قاعدين كابتن امير كلم كابتن تامر وقال له 1 2 3 عايزين كريم وبتاع وكده. فانا ساعتها من غير ما اتردد يعني الورق كان موجود كده، مسكته وعملت كده قطعته. بس والله قطعته. طب ده احتراف. عايز اقول لك ساعتها كان الناس بيتواصلوا مع مستر ماجد، كانوا بيتواصلوا معاه وبتاع، فحصل اصلا شده بسبب يعني بسبب ان رجع في الاخر القرار اترفض، يعني ان انا رفضت بعد ما وافقت وحجزوا وبتاع. قعدوا كان معاك العقود، كان يعني كل حاجتي قدامي، وبقول لك انا مسافر الجمعه يعني 3 ايام ومسافر خلاص. تجي ماسك الورقه عامله كده، قلت له كابتن تامر في الاهلي مش اسف. لا انا اللي جه في اصلا دماغك ساعتها؟ انا عيلتي كلها اهلاويه، وانا من صغري جدا اهلاوي، وانا من وانا في الانديه من وانا صغير وبتاع، انا حلمي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فانا اصلا كنت مشجع يعني مشجع كبير جدا للنادي الاهلي قبل ما اكون لاعب كوره عامه. ما ترددتش ثانيه واحده؟ ما فيش ثانيه، ما فكرت يعني ما اديتش حتى تفكير ثانيه. طب ما قلتش ان ممكن المفاوضات دول لسه بيقولوا عايزيني، ممكن المفاوضات تبوظ، ممكن ما هي باظت فعلا السنه دي، ما السنه دي باظت. احنا اتفاوضوا معايا سنتين، السنه دي اللي احنا لما كنا هبطنا، يعني احنا اصلا اللعيبه بتمشي وبتاع، فانا كان جاي لي كورتريك وكان جاي لي المصري. وجالك الاهلي، رحت مقطع الورق وما مشيتش. جالي الاهلي وقطعت الورق وما مشيتش. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اختلاف في الاخر بين الناديين على الفلوس، يعني البيع اللاعب يعني بيعي. ساعتها الموضوع وقف خالص، فكملت بقى مع الدرجه. لا ما قلتش. نزلت درجه تانية بعد ما كان جالك احتراف؟ لعبت مع دجله الدرجه التانية الموسم. سلعت بقى ايه، قلت يعني هلعب واعمل اقصى حاجه عندي لحد ما يعني قلتش ممكن يا حاجه ريتني ممكن تيجي تاني بتاع. لا ما قلتش. انا من النوع اللي مثلا حاجه خلصت خلاص لازم بقى افكر في الخطوه اللي انا اعملها. او لعبت السيزون ده درجه تانية. وبعدين في اخر السيزون طلعت اودونيزي حوالي 20 يوم معيش. فتره معاش مع اودونيزي مع الدرجه الاولى. فروحت ورجعت، كان فاضل يعني رحت كان في فتره كده اجازه في الدرجه الثانيه، فروحت في الفتره دي ورجعت. اللي هو في يناير. كنت رحت ورجعت، كان فاضل اخر ماتشين في الدرجه الثانيه لعبتهم وخلاص. فخلاص بقى السيزون خلص، فانا يعني ما كانش في حاجه لسه جات لي وبتاع. فساعتها كان جالي برضو المصري تاني، وجالي سموحه. جالي بقى ساعتها تاني الاهلي، كلموني تاني في الوقت الاخير. مين اللي كلمك بقى؟ ده في الاخر بقى خالص، يعني كان حوالي اليوم حاجه و20. فكان ساعتها برضو كابتن امير كلم تامر، يعني فالدنيا ايه اتسهلت ان ممكن الفلوس تدفع بشكل كذا 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 والفلوس تنزل. فالفلوس يعني مستر ماجد طبعا مشكور ساعدني طبعا. انا قلت له عايز ان انا اروح فممكن يساعدني وبتاع، فهو جه بصراحه ما عملناش، وانا بشكره طبعا جدا. ده الاب الروحي ليا بالنسبه لي مستر ماجد، والاب الروحي للعيبه كتير في مصر. فهو اللي ساعدني برضو في الخطوه انها تكمل.